بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. وش راكم بناتي حبيباتي؟ اليوم راح نعمل لكم وصفة القريوش تاع زمان القديم. ونبدأ بسم الله. عندي 4 كيلات فرينة، هاي الكيلة الأولى والثانية الثالثة والرابعة. ونكيلكم بالكاس الصغير هذا باش يعني ما نديلكمش كاس كبير، وانتم الكاس اللي حبيتوه تضعفوا او تقللوا الحجم. وعندي كاس زبده بنفس الحجم، زبده بارده. وعندي حبه بيض، ومغرف خل، ومغرف خميرة تاع الخبز، مغرف صغيرة. نحلى فيه شوية ما زهر يعني، ولا ما عادي كيما حبيتو. شوفوا نخلط كل السوائل مع بعضها، اللوحة فوق الفريضة. هاي الخميرة زدت لوحتها فوق البيض والخل، ودرت لها قرصة ملح. ودرك نخلط كل المكونين مع بعضها، نبسسهم مليح. شوفوا كيفاش راني نبسس فيهم. ودرك نزيد لها كاس تاع ما زهر، نلمها فقط كيما قلت لكم، نلمها فقط ونخليها ترتاح. انا خليتها في هذه الحاله، خليتها ساعتين ارتاحت. تقدروا تخلوها اكثر، بصح انا ساعتين خليها ترتاح. دوكا نعاود نرجع لكم. شوفوا بعد ما خليتها ساعتين، دوكا نقدر نحلها فوق ورق الزبده او ورق الطي، يعني نحل فيها امامكم. يعني سهل جدا القريوش هذا تاع زمان. شوفوا كيفاش راني نحلها، يعني كنت نحل فيها بيد وحده. شوفوا كيفاش حليتها. وصدقوني هايل هذا القريوش، كي جربوه سواء في البنا او في الخدمه تاعو. شوفوا كاش نقطع فيه امامكم، ما كيلت ما حسبت، انا حافظته تما يعني ميز عيني ندير. وانتم لكن ما تقدروش كيلو بالمسطره. شوف درك ندير 5 نقسم القريوش نتاعي، نقسم ندير لها 5 خطوط ونرفدها. وشوفوا كيفاش نطلع 2 لتحت و3 الفوق ونجبد النواح. شوفوا الطيه نتاعو سهله جدا. هندرت 2 قدامكم، اتمنى تكونوا فهمتوني. الا ما فهمتوش نعاود لكم المره الجايه ان شاء الله. شوفوا بعد ما كملتو، وكنت نخدم فيه كنت مزروبه يعني، هاني كملتو. ودركا نروحو نقلوه. شوف حطيت الزيت في المقلة بعد ما سخن، هاني بديت نقلي في القريوش. وما تقلبوش، قلبوه مرة واحدة والثانية رفدوه. شوفوا هنا كيفاش راني نقلب فيه، يعني خدمته سهلة جدا. انا في ساعة كملته، يعني خليته برك هذيك الساعتين يرتاح. لو كان ما خليتوش يرتاح انا كملته في ساعة. شوفوا بعد ما قليته درك راني نعسل فيه، هو كان سخون شويه والعسل بارد. شوفوا هنا العسل فيه هنا قدامكم. سهل جدا القريوش هذا، يعني اسهل ما يمكن. تقدروا تخدموه في يعني في صبيحه تخدموه. وقليت السمسم او الجنجلان، هاي مقليه جنجلان قليتها، وهني ندير فوقها فوق من القريوش. درك نكمل قاع القريوش ونحطه في صحن التقديم.
بعد ما كملتوها في صحن تقديم. ودركا ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير، مع السلامه، مع كويزين ريم، وما تنساوش تعملوا لي جيم وتبارطاجوا مع الاهل والاحباب وتابونوا في قناتي. وبقاو على خير.